نعطي رصيد الميتة البلدية البولي تحكيم يمر. أنا درنا إكزيكيتيف سبيس. أنا كنا نعرف أنا وأنا متأهلين للدور. ليكيب ما فيهاش. كنا نتمنى يكون ليكيب مستوى كل شرح مش بس هذا فيما يخص الدروب وطرحنا وموتيزاسيتي. هذا اللقاء يندرج ضمن اللقاءات التقييمية لما تم الاتفاق عليه في اجتماعات سابقة بإشراف مباشر من السيد ولي الولاية، كانت مخصصة لتحضير الدخول المدرسي ولا سيما في هذه الظروف الاستثنائية التي تعرف يعني وباء اللي نتمناه من ربي سبحانه وإن شاء الله يرفعه في أقرب الآجال. طبعا هذا الاستثناء يتطلب يعني تحضيرات خاصة بالنسبة للبروتوكول الصحي إضافة إلى التحضيرات الاعتيادية من الجانب التنظيمي اللوجيستيكي والأمني وكل ما له علاقة بتحضير المرافق التربوية لاستقبال التلاميذ.